سيمبا وبابا نويل. في يوم من الأيام في غابة جميلة قوي قبل يوم راس السنة، سيمبا كان قاعد في الغابة الكبيرة وبيفكر وبيقول: يا ترى بابا نويل السنة دي حيجيب ايه للحيوانات؟ يا ترى حيجيب أكل ولا هدايا ولا حيعمل ايه بالظبط؟ أنا حروح أشوف الحيوانات وأتفقد أحوال الغابة. وهنا سيمبا راح يشوف الحيوانات لو في حد محتاج أي حاجة، ولقى الحيوانات عاملين مفاجأة ومزينين الغابة كلها بالأشجار والهدايا بمناسبة رأس السنة. وكان سيمبا مبسوط جدا جدا لأنه لقى هناك صحابه تيمون وبومبا. وساعتها تيمون قال له: أهلا سيمبا. أهلا يا تيمون. إيه رأيك في منظر الغابة كده؟ مش كده أحسن؟ المنظر جميل جدا يا تيمون، أحسنتم فعلا. ما تقلقش يا سيمبا، احنا جهزنا كل حاجة لغاية ما بابا نويل يجي زي كل سنة ويجيب لنا الهدايا اللي بنحبها ويجمعنا سوا مع بعض. وجينا يوم راس السنة والحيوانات كلها تجمعت علشان يحتفلوا بالكريسماس، وكانوا مستنيين بابا نويل يجي لهم زي كل سنة. وهنا كانت المفاجأة ان بابا نويل ما راحش للحيوانات، لكن راح لسيمبا. وسيمبا رحب بيه جدا وقال له: أهلا بابا نويل. أهلا سيمبا. طبعا أنت مستغرب أني جيت لك هنا وما رحتش الغابة للحيوانات زي كل سنة. الصراحة أنا مستغرب من الزيارة دي. هاي هاي هاي، لا ما تستغربش يا سيمبا، كل الحكاية أن السنة دي توزيع الهدايا زاد عليا قوي، ففكرت في فكرة جديدة وجميلة جدا. إيه هي الفكرة يا بابا نويل؟ أنا قررت إن السنة دي أنت اللي حتوزع الهدايا على الحيوانات كأنك أنا بالظبط، من غير ما حد ياخد باله ولا حد يحس. فكرة جميلة جدا، بس إزاي هنعمل كده؟ بص يا سيمبا، أنت حتاخد الهدايا بتاع كل الحيوانات وحتبدأ تسيب هدية عند كل بيت لكل حيوان من غير ما حد يحس بيك. وما تقلقش، كل هدية مكتوب عليها اسم صاحبها. وسيمبا أخد كل الهدايا وبدأ يوزعها في بيوت كل الحيوانات، واللي ساعده في كده إن محدش من الحيوانات شافه لأن كلهم كانوا بيحتفلوا في الغابة. وبعد ما سيمبا خلص توزيع الهدايا كان راح للحيوانات الحفلة عشان محدش يلاحظ غيابه. وهناك وهم بيحتفلوا سيمبا قال للحيوانات: بابا نويل قابلني وأنا جايلكم وقال لي إنه خلاص وزع كل الهدايا عليكم في بيوتكم ومشي علشان عنده توزيع هدايا في أماكن تانية، بتمنى تكونوا فرحانين. وهنا الحيوانات فرحوا جدا ومحدش أخد باله من اللي سيمبا اتفق عليه هو وبابا نويل، وكملوا احتفال براس السنة. وبكده تكون انتهت قصتنا يا صحابي، وبتمنى القصة تكون فعلا عجبتكم. القصة دي فيها استفادة برضو عظيمة ان احنا لازم نساعد غيرنا وان فرحة غيرنا دايما بتكمل فرحتنا. وما تنسوش يا صحابي تحطوا لايك وسبسكرايب لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب، ولو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت وشير